يحيى. حنا كنتسناو الناس يخذوا بيدينا، كنا مسالمين وكنتحاوروا معاهم بالتي هي احسن. حنا الشكل النضالي ما كنلتجئ به الا حتى كنلقاو البيبان مسدودين، ولكن تجي السلطه في 5 د الصباح ديال الليل. ملي كنقول 5 د الصباح راه 4 القديمه اللي كيعرفوا المسالمين فاش كيجيو الصبح. اكيد دخلوا علينا بالليل الجمعه الفايت شهر ولا جو هدموا الجامع ظلما وعدوانا، وكون ماشي حضور ديال الناس والنضال ديال الناس، الناس راه كيلاحظوا عوان ديال السلطه اللي كيقول لهم التراك زيد له قدام حد. ربما كانوا غادي يهزموا حتى المحلات الاخرين، لان اللي كيتسنى انه واش ناضل، الا ناضلت راه كيخاف، الا ما ناضلت راه كيرجع. ماشي هذاك انه مواطن كيخدم المواطنين ابدا. حنا اليوم هذا شك من اشكال النضال، لان بحال اليوم حنا حازنين كنحسوا بالكرب بالظلم. الموت احسن انك تفوت بيت الله، ماشي اننا احنا مسلمين اكثر منهم، ولكن عارفين احنا علاش تهدم الجامع، لان الجامع تهدم باش تفوت الارض لصاحب المشروع. الله لما تفوت الجامع لبناء مسجد اخر، احنا نتعاون نبنيو احنا عاوتاني، نساهموا احنا عاوتاني نبنيو الجامع. ولكن راس الدوع علينا بالحيط حتى المراه يدوهم، حتى البير مشى. اللهم لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله.